بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ده يا شباب الامتحان الأولاني من كتاب بول إن وان. الامتحان ده للأسف أنا سجلته قبل كده ولكن اتمسح من على اللابتوب للأسف. أنا كنت فاكر نفسي رفعته بس خلاص الحمد لله حصل خير، هعيده تاني هسجله كأني أنا لسه أول مرة أسجله. بس عايز قبل ما أبدأ كده عايز أقول لك إن إحنا دلوقتي حلينا كمية امتحانات، تقريبا 9 امتحانات من الكتاب ده أعتقد، كلهم موجودين في البلاي ليست اللي اسمها أول إن وان على اليوتيوب. والبلاي ليست دي معموله هيدن، يعني حضرتك مش هتعرف توصلها غير من خلال الرابط يعني الموجود على جروب التليجرام، كل الفيديوهات موجوده فيه. طيب الحاجه الثانيه عايز اكد لك عليها ان انا ببعت الرابط على جروب التليجرام اصلا، يعني ببعت الرابط على جروب التليجرام وبسيف الفيديو في البلاي ليست اللي انت عارفها عشان تحفظها عندك وتشتغل منها على طول. هنبدا تاني في تسجيل الفيديو بنفس الروح ان شاء الله ومن غير احباط، ودي رساله مني ليك انك ما تحبطش. مش معنى انك انت حليت سؤال غلط تفضل تعيط يعني اشتراك من شغل الحريم ده، خليك بطل كده وحل. انا عملت الفيديو ده وتعبت فيه وهعمله تاني عادي جدا، خليك ريلاكس. طب لو ما عملتوش هنخسر، فلازم نعمل يعني كده خلاص. Her clothes are always fashionable، ملابسها دايما ماشيه على الموضه. The synonym of the word fashionable، كلمه fashionable دي الكلمه اللي بتساويها ايه؟ بالمنطق اصلا old fashion يعني قديم الموضه، out of date يعني قديم، و ancient يعني قديم، يبقى اكيد كلمه trend الاولانيه. طيب حتى اقول لك الترند اليومين دول يعني الموضه اليومين دول. Good a good teacher is the one who keeps this discipline in class. The antonym of the word discipline، المدرس الشاطر هو المدرس اللي بيحافظ على الانضباط في الفصل. عكس كلمة انضباط، عكس كلمة discipline، يا ترى هتكون من دول؟ order اللي هو النظام، ولا organization اللي هي منظمة وتنظيم، association مؤسسة أو منظمة برضو، ولا chaos اللي هو معناها الفوضى؟ أنت بتقول لي في الجملة هنا عكس كلمة نظام، يبقى فوضى اللي هي اسمها chaos اللي هي رقم C، رقم D. increasing production is a must، يعني زيادة الإنتاج دي a must، وبدل must كان ممكن نقول is a necessity. طب مش عايز تقول must ولا necessity، كان ممكن تقول increasing production is necessary، ضروري. طب as زي annual inflation اللي هو التضخم السنوي ايه 2.5% last year، بيقول لك ان احنا لازم نزود الانتاج، اصل التضخم السنوي اللي بيحصل كل سنه كان معدله 2.5%، معدل يعني ايه؟ يعني average، يبقى خلاص هنقول average، average يعني وصل الى معدل كذا. رقم 4 a teenager as a teenager يعني كمراهقه she formed a strong a to one of her teachers she adored him، كطالبه مراهقه هي شكلت علاقه قويه مع معلم من معلميها لانها اعجبت بيه. طب كلمه علاقه ديت يعني attachment، وكلمه attachment برضو معناها مرفق. achievement يعني انجاز، وpunishment يعني عقوبه، وalignment اللي هي زي ما قلنا قبل كده معناها الـ النكبه او المرض او العله. طيب احنا قلنا كده، وكلمه punishment عقوبه قلنا، عايزك تعرف ان عكسها reward اللي هي المكافاه، ولما تعاقب شخص ممكن تقول عكسها reward او praise يثني عليه. some old fashioned a must be changed، بعض الايه القديمه لابد ان احنا نغيرها. adopting new concepts is important، adopting دي احنا وقفنا معاها مره قبل كده، قلت لك ان في كلمه اسمها adopt وفي كلمه اسمها adapt. adapt دي بيجي بعدها حرف الجر تو ومعناها يتكيف مع، لكن adopt معناها يتبنى، يتبنى فكره، يتبنى شخص كده يعني. المهم بعض المعتقدات القديمه، معتقدات يعني ايه؟ كلمه believe يعتقد، طب الاسم منها belief، طب جمعها beliefs اللي رقم سي. طيب رقم 6 بقول لك young learners often have some A between B and D، زي miss writes them بيكتبون بشكل خاطئ، يبقى هم عندهم لخبطة، عندهم خلط، عندهم ارتباك، يبقى some confusion. we must respect the A and the traditions of the organization، لابد ان احنا نحترم ال A والتقاليد، اكيد العادات والتقاليد، يبقى the customs and the traditions عادات وتقاليد. خد بالك كلمة كاستيوم دي يعني معناها الزي الخاص بمناسبة معينة. some wealthy businessmen important charities or foundations for the poor، بعض رجال الأعمال بيؤسسوا يعني build أو establish أو erect أو found. صلاح has another role، صلاح لعب دور إيجابي، يبقى pioneering role، لكن صلاح was a pioneer. طيب هنا بقى في الجملة pioneering role يعني دورا رياديا في الدفع لمصطفى محمد ده لكل لعيبة الفريق، معرفش مين كده. طيب بعد كده رقم 10 بقول لك فيليجر اللي هم سكان القرى يوجوالي هاف سترونج سوشيال ايه زي فيزيت ايتش اذر، بيزوروا بعضهم دايما، هم عندهم ارتباط او علاقه قويه. طيب جلوبالايزيشن عولمه، سجستشن اقتراح، سيبريشن انفصال، لكن اسوسيشن معناها ارتباط. وعايز تعرف ان كلمه اسوسيشن دي معناها ارتباط ومعناها نقابه ومعناها كمان جمعيه، الثلاث كلمات بنفس الكلمه. بيبول ان ابر ايجيبت، الناس في مصر العليا اللي هي الصعيد يعني، هاف سم اي فيتشرز ذات ديستنجويش ذيم، الناس في الصعيد عندهم بعض الايه اللي بتميزهم عن البعض الاخر،
رينيوال دي تجديد، سوشيبل معناه اجتماعي، كالتشرال يعني ثقافي، وكالتشرد مثقف، اكيد كالتشرال فيتشرز يعني بعدها بعض الخصائص او بعض السمات الثقافيه. سوشيال ميديا هاف ا جريت اي اون سيلبريتيز ناو دايز، وسائل الاعلام ليها ايه كبير على المشاهير اليومين دول، اكيد لها تاثير. طب كلمه تاثير يعني ايه؟ يعني افكت او انفلونس. انا قدامي افكت، على فكره كان ممكن نستخدم كلمه امباكت برضو بمعنى تاثير، ممكن نستخدم كلمه افكت برضو بمعنى تاثير، لكن كلمه افكت يعني يؤثر، وانفلونزا طبعا فلو، وريفلكت يعني يعكس او ينعكس. زي نقط اوف جاستس tries to enforce law everywhere، وزارة الايه؟ وزارة العدل بتحاول انها تدعم او تقوي العدالة في كل مكان والقانون في كل مكان. وزارة بقى يعني ايه؟ يعني ministry. طيب طبعا monastery الاولى دي معناها دير، ومونستر وحش، وجيلر المجاهرات. مونز او مانز interference تدخل الانسان في الطبيعة. اتس بالانس بيعمل ايه في التوازن؟ بيفسد التوازن. الانسان الطبيعة ماشية زي الفل، يجي هو يتغابى فيفسد توازن الطبيعة. someone who is trained to use sword، الشخص اللي متعلم عشان يستخدم السورد اللي هو السيف، ده بنسميه ايه؟ بنسميه swordsman. ودي كلمة، السؤال ده من القطعة من القصة لما كان بيوصف في مين، لما كان راسندل بيسأل على الملك بيقول isn't he a fighting man، فاكرين كان قصده يعني هو isn't he a swordsman. when I came home، لما انا جيت على البيت I not to be to bed at once، لما انا رحت البيت انا نمت مباشرة، فانا روحت البيت الاول وبعدين نمت على طول. ان الذهاب ده حدث اولاني فممكن يبقى ماضي بسيط او ماضي تام، لكن الحدث الثاني لازم يبقى ماضي بسيط، فعشان كده هنقول I went على طول. when I came home my mother not the food we all ate، كلنا كلنا. ليه؟ اصل انا لما روحت البيت امي كانت طبخت، فاللي حصل ان هي طبخت الاول وبعدين انا روحت، هي طبخت الاول وبعدين انا روحت رقم اثنين، الدليل ان انت رحت لقيت الاكل جاهز، يعني الطبخ حصل الاول، يبقى هاد كوكد اللي رقم بي. تاني كده، امي طبخت الاول وبعدين انا روحت البيت، فلما روحت البيت الاكل كان جاهز لان هو اصلا الطبخ الاول، فحاول حدث الطبخ ده حدث اولاني يبقى ماضي تام. when my mother not the food I was studying my lessons، لما امي ايه؟ الطعام، انا كنت بذاكر، امي كانت بتطبخ وانا بذاكر، حدثين مستمرين يبقى was cooking. مس فاطمه، الابله فاطمه، لوكسور باي 2010، المس فاطمه لوكسور باي 2010. من غير ما نحل كده احنا عايزين ناكد على فكره، احنا قلنا لما تلاقي ان 20 22 مثلا يبقى ده ماضي بسيط، قلنا الكلام ده في الفيديو اللي فات. لما نلاقي سينس 22 يبقى ده مضارع تام. طب لما تلاقي باي اعرف ان ده ماضي تام، وانا قدامي في الجمله هنا باي، فانا عايز ماضي تام، يبقى هات فيزيتد من غير ما تفكر. اللي بعدها mother not the food call the children I'm so hungry، خد بالك عم يقول لك I am hungry، انا جائع، امي طبخت، اتصل بالاطفال، ما دام امي طبخت وانا جائع، انا اكون جائع يعني ده مضارع، فانت محتاج مضارع تام، يبقى تقول لي ماي ماذر هاز كوكيد. طب لو قال لك ووز هنا كنا نفكر في ماي تام. زياد نوت از بوليس مان 14 ييرز، بقى له 10 سنين شغال، خد بالك ان فور دي من كلمات المضارع التام، حلو؟ طيب المضارع التام ده اللي هو مين؟ اللي هو هاف وهاز والتصريف الثالث، دور في الاختيارات، في مضارع تام؟ لا ما فيش مضارع تام، خلاص تبقى تاخد ماضي بسيط اللي هو وركد، وتفهم ان هو توقف عن العمل في الشغلانه دي، بطل يشتغلها، انت عارف انك لما تقول اي have been working انا شغال لسه مستمر، لكن لما تقول I worked انا شغال في شغلانه وسبتها ورحت واحده ثانيه. زياد نوت از بوليس مان 14 ييرز وين، استنى يا مستر، انت قبل كده قلت لي لما يكون في الجمله فور ومعاها بيفور، او فور ومعاها في نفس الجمله كلمه وين، انا بفكر في تام مباشره، بس يا ترى مضارع تام ولا ماضي تام؟ تعال نشوف كده، انت بتقولي فور، طبعا احنا قلنا تام مستمر، معذره تام مستمر، فور وين وبعدهم كلمة جوت اللي زمانها ماضي، فأنا عايز كده ماضي تام مستمر اللي هو هاد بين وركينج. طب افرض بدل جوت جايب لك جيتس، كنا ناخد هاز بين وركينج. اسلام هاد بريكفاست، اسلام تناول الافطار، افتر ذات، افتر ذات يا مستر بتساوي بيفور، وانا حافظ كويس بيفور لازم يكون بعدها ماضي بسيط يا مستر، فخلاص هناخد بعد كده وت اللي هي رقم دي. اسلام تناول الافطار بعد ذلك خرج، فهو خرج، فهو تناول الاول وبعدين خرج، فده ماضي بسيط وماضي بسيط او ماضي تام وماضي بسيط. 24 it is the first time، انت حافظ كويس يا مستر ان it is the first time، it is the second time ده مضارع تام، يبقى اسلام has seen that film. طب افرض it was، لو كانت it was كنا، لو هي it was كنا خدنا it had seen على طول. I can't not working online، working الفعل مضاف له ing يبقى am is are used to، حلو. طيب كان في هنا في الاختيارات مين get used عايزين بعدها to، يبقى دي بايظه. طيب هنا can't be working I am old fashioned أنا قديم،
فانا لا استطيع ان اعتاد على يعتاد على اسمها جيت يوزد تو وبي يوزد تو. فهنا جيت يوزد تو موجوده في الاختيارات، وكان ممكن اقول لك بي يوزد تو. افتر هي نو ات هوم هي ويل، اي رابط في الدنيا، اي رابط في الدنيا بنجيب بعده مضارع. الناحيه الثانيه لازم يكون مضارع، ان ما كانش مضارع يبقى مستقبل. انا في الجمله قدامي افتر ومفيش حاجه هنا، الناحيه دي في مستقبل، فانا محتاج هنا مضارع. المضارع ده مضارع بسيط ينفع، ومضارع تام ينفع. هي مفرد فنقول هي arrives. طب لو في الاختيارات arrives و has arrived الاثنين صح. I's office until I have finished my work. خد بالك ان until رابط بعدها مضارع، فالناحيه دي لازم نستخدم مضارع او مستقبل. طب انت بتقول لي بقى في الجمله I انا مش هاغادر المكتب الا لما اخلص. سوف لا يعني will، يبقى will not. When I arrived at school the lesson had begun. This means لما انا رحت المدرسه الحصه had begun يعني بدات الاول، وبعدين انا رحت اللي عرفك انها بدات الاول ما هو ده ماضي تام يعني حدث اولاني. ده معناها ان I was early كنت بدري. لا، ما هو لو بدري كنت رحت الاول. I didn't miss any part لم يفوتني اي جزء. لا حضرتك انت رحت لقيت الحصه بدات يعني فاتك جزء. The lesson was over الدرس كان انتهى. لا، هو قال لك الدرس كان بدا، يبقى I was late كنت متاخر. ركز معايا، لما انا وصلت الحصه كانت بدات يعني الحصه بدات الاول، يعني انا كان رايح متاخر. ليه رقم دي او رقم بي؟ نقرا القطعه مع بعض. في اول حاجه بيقول لك animals reader read it. Four food are also needlessly flooded with antibiotics. بيقول لك الحيوانات رير دي اللي بيتم تربيتها يعني فور فود، الحيوانات اللي احنا بنربيها عشان لاغراض تناولها ناكلها بعد كده بلا حاجه من غير اي ستين لازمه بنغمرها بالمضادات الحيويه، بتاخد دواء كتير. Most antibiotics used on factory farms are used not to treat sick animals. معظم الادويه اللي بيتم اعطائها للحيوانات في المزارع مش علشان علاج للحيوانات دي لانها مريضه but to limit، بس الهدف منها عشان تقلل animals energy unexpenditure. يعني معناها ان احنا بنستخدم الادويه دي عشان نقلل من استهلاك الطاقه اللي الحيوان بيستهلكها، وعشان نبريفنت ديزيزز كوزد فروم اوفر كراودنج، وعشان نمنع الامراض اللي ممكن تيجي من الزحام بتاع الحيوانات دي. By introducing a low level antibiotics into animals diet، عن طريق ان احنا بنقدم الحاجات ديت للحيوانات في الدايت في النظام الغذائي بتاعها. A farmer ensures that، الفلاح بيأكد وبيطمن من ان animals body will waste less energy، ان الحيوان ده هيستهلك طاقة اقل. In killing harmful bacteria، في قتل البكتيريا الضارة. The less energy an animal expends، يعني كل ما الحيوان يستهلك طاقة اقل the faster it will grow، كل ما الحيوان بينمو بشكل سريع. خد بالك يبقى كده تاني، يستهلك طاقة اقل يبقى ينمو اسرع. And the less food it will require، وكل ما يتطلب كمية طعام اقل. Before it gets to market weight، قبل ما يكون وزنه مناسب للوزن اللي احنا عايزينه عشان نبيعه. In addition to animals raised in factory farms are subject to extremely crowded conditions، بقول لك ان بالاضافه الى ان هم بياخدوا ادويه غلط يعني هم بيعانوا من الزحام الشديد. And their food is often contaminated، كلمه contaminated دي معناها يلوث زي كلمه polluted بالظبط. طعامهم بيصبح ملوثا with fecal matter، fecal matter ده اللي هو الخراج بتاعهم اللي هو البراز بتاعهم من الاخر يعني. The antibiotics added to the animal's food constitutes an effort to counteract their unsanitary environment. بقول لك ان الحيوانات اللي بيتم تربيتها في المزارع، بالاضافه الى ذلك يعني الحيوانات اللي بيتم تربيتها في المزارع are subject to extremely crowded conditions، بتكون عرضه للزحام. And their food is often contaminated، وطعامهم بيكون ملوث with fecal matter بالبراز او بالخراج بتاعهم. حلو. The antibiotics added to the animal's food، المضادات الحيويه اللي بيتم اضافتها للطعام constitute بتشكل زي forms كده يعني an effort to counteract لكي يتصدى لي their unsanitary يعني sanitary environments اللي بيئات الغير صحية. انت لو فاكر في كلمة اسمها hygiene و sanitation، كلمة sanitary دي بقى معناها ان هي صحية، يبقى احنا قلنا كده بتساعدهم ان هم يتخلصوا من الحاجات اللي بتحصل لهم في بيئاتهم الغير صحية. The more antibiotics these animals are، كل ما الحيوانات دي بتاخد او بتستهلك مضادات حيوية اكتر. However the more resistant their own bodies become to the drugs، كل ما ياخد مضاد حيوي اكتر كل ما يكون جسمه اكثر مقاومة للمضادات الحيوية. يعني لما ياخد حقنتين وياخد حقنة تالتة، فالحقنة التالتة دي ما يكونش لها اثر لان الجسم اصبح زي ما البشر بيحصل عندهم كده مقاوم للمضاد الحيوي او للادوية. In turn وبالتالي when people consume their the antibiotic laced meat، لما البشر البني ادمين بياكلوا الأطعمة اللي تم تعريضها للمضادات الحيوية the resistance is passed into human bodies، المضادات الحيوية
لما نيجي نديها للبني ادمين ما بتاثرش عليهم. طب ليه؟ لان تاثير المضاد الحيوي انتقل من الحيوان للانسان، فاصبح الانسان عنده مناعه من المضاد الحيوي. سوبر باج، كلمه سوبر باج دي مقصود بيها الجراثيم الخطيره، الجراثيم الضاره يعني. سترينز اللي هي سلالات الجراثيم اوف سالمونيل، الاسم نوع من انواع الجراثيم يعني اسمه سالمونيلا ده. والنوع الثاني ده بكتيريا. تو كومن كوزز اوف فود بويزنينج، دول اسباب من اسباب تسميم الطعام في حياه البشر. طبعا بويزنينج ده تسميم، وهيومن طبعا دي معروفه البشر. هاف بين ريبورتد ثرو اوت ذا يونايتد ستيتس، الولايات المتحده الامريكيه او الامم المتحده عملت بيان ان الحاجات دي يا جدعان بتضر البشر. Concern over the use of antibiotics in animal feed has led the European Union أو the European Union to ban the use of these drugs. لما الاتحاد الأوروبي أدرك إن الحاجات دي غلط على الحيوانات لأنه بتنتقل للبشر، بدأوا يعملوا قوانين تمنع استخدام المضادات الحيوية للحيوانات. Similar bills are currently being considered. بدأوا اليومين دول يفكروا في ضرائب جديدة يعني للناس اللي بيعملوا كده في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الكونجرس الأمريكي. But pressure from food يعني، لكن الضغط اللي بيصدر من الناس المتخصصين في مجال صناعة الأدوية للحيوانات ربما encumber يعني يثقل ذلك، يعني ربما يعيق ذلك. الكلمة دي كده معناها يعيق أو زي hinder كده. Their passage يعني ربما يعيق مرورهم، تعال نشوف بقى، أو مرورها، مرور القوانين دي. تعال نشوف بقى القطعة. أول سؤال بيقول لك الكلمة اللي تحتها خط اللي هي their refers to كلمة زير. تعال نشوف كده الحتة دي بتاعت اللي فيها بيلز دي، تعال نشوف. بيقول لك similar bills يعني فلوس أو مصاريف زيادة are currently being considered by the US Congress، تم فرضها اليومين دول بواسطة الكونجرس الأمريكي، ولكن الضغط من الناس بتوع الصيدلة سيقلل أو سيعيق من تطورها، ممرها اللي هي مين؟ المصاريف أو الفلوس، يبقى bills. طيب based on information in the passage، وفقا للمعلومات اللي في النص. It can be understood that the more energy an animal expends، ممكن نفهم اللي كل ما الحيوان ياخد طاقة أكتر كل ما يكون النمو بتاعه إيه؟ كل ما يستهلك طاقة أكتر يبقى النمو أقل، يبقى slower. طب لو هو في القطعة ما قاليش كده، هو في القطعة قال لك كل ما يستهلك طاقة أقل كل ما النمو يكون أكبر. طب العكس بقى، يستهلك طاقة أكتر يبقى النمو أقل. It can be inferred from the passage that factory farmers contribute to antibiotic resistance in human body because بقول لك إحنا بنفهم من القطعة إن المصانع، إن المعالف اللي بتعمل الحيوانات دي بتشارك في ان الجسم البشر نفسهم بيكون مقاوم للمضادات الحيويه من خلال ايه بقى؟ بيكوز ايه بقى؟ اول واحده برايز كويك انيمال جروث اوفر بوتنشال هيلث كونسيرنز، هي دي فعلا، لان هم بيهتموا بنمو الحيوان اهم من القلق بتاعهم على صحه البشر. هو بيدي الحيوانات مضادات حيويه عشان الحيوان يكبر بسرعه ويكون حجمه كبير، ماليش دعوه بقى الانسان يولع. طب رقم 32 Which of the following is result of exposing animals to more antibiotics؟ لما نعرض الحيوانات لمضادات حيوية أكتر، إيه اللي بيحصل؟ جسم الحيوان بيبقى مقاوم للمضاد الحيوي، اللي هي رقم B. Animals become resistant to drugs، وبالتالي بينتقل ده للإنسان، والإنسان برضه بيبقى resistant to drugs. The passage mentioned that food eaten by animals raised in factory farms is contaminated، يعني ملوث. إيه اللي بيلوثه؟ زي ما قلنا الخراج بتاعهم، الخراج بتاعهم هنا مين بقى؟ تعال نشوف. فيكال ولا ماتر ديت، اكيد دي رقم واحد اللي هي مقصود بها البراز او الخراج بتاع الحيوانات. طب انتيبيوتكس، الانتيبيوتك مش بتلوث، الانتيبيوتك بتخليهم يكبروا ويكون عندهم مقاومه للادويه. وي كان كونكلود فروم ذا باسج ذات بيبول كان افويد، الانسان ممكن يتجنب الطعام المسموم عن طريق ان ياكل هيلثي فود، طعام صحي، مش تشيكن، مش دجاج، ولا فيش، ولا بريد، الخبز. بيست انفورميشن فروم ذا باسج هاو داز انتيبيوتكس ليكسد ميت افكت هيومنز، ازاي اللحمه اللي المليانه بالمضادات الحيويه ممكن تاثر على البشر من غير ما نقرا كده، لان المقاومه دي بتنتقل لجسم الانسان. The resistance is passed into body of the basher, of their bodies اللي هي رقم ايه؟ طبعا زير دي عايده على البشر. كلمه concern most likely means، كلمه concern دي معناها قلق واهتمام، حلو. طيب الكلمه دي بالظبط زي كلمه مين هنا؟ feeling of worry، القلق اهي قلق، يبقى دي صح. طب فير الخوف، لا ملهاش دعوه بالخوف، كونسيرن يعني يهتم او يقلق بشأن. طب الكاتب بيخبرنا ان معظم المضادات الحيويه المستخدمه في المصانع بتستخدم ار يوزد تو تريت سيك انيمالز، بنستخدمها عشان نعالج الحيوانات المريضه، لا ما قالكش مريضه، قال لك عشان تمنعهم من انهم يصابوا المرض وعشان تخليهم ينمو بشكل اسرع. تو ليميت ذا انيمالز انرجي عشان تقلل الطاقه اللي بيستخدمها الحيوان، وبالتالي يكبر بسرعه. تو بريفنت عشان تمنع الامراض، يبقى رقم بي اند سي. According to the passage, too much use of antibiotics، كل ما نستخدم مضاد حيوي أكتر كل ما ده يكون إيه بقى؟
ليدز تو، بيؤدي الى امراض اكتر؟ لا، ما بيؤديش لامراض، بيؤدي الى ان الانسان يبقى غير مقاوم او يبقى مقاوم للمضاد الحيوي وكذلك الحيوان. حمايه اكتر؟ لا، كل ما ياخد اكتر كل ما يكون جسمه مقاوم للدواء، فلما يتعب وياخد دواء ما يطيبش. ماتش كونسيرن، يؤدي الى قلق اكتر على صحه البشر. هي دي. بعد كده الترجمه. اول واحده تهدف قوانين المرور الجديده لتحقيق انسياب المرور لحد من حوادث السيارات. طيب، اول واحده كده اجابتها رقم بي، اللي هي ذا نيو ترافيك لوز ايم تو اتشيف ذا فلو اوف ترافيك اند ريديوسينج كار اكسيدنتس. انا في الجمله دي معترض على كلمه استخدام ريديوسينج، المفروض تبقى ريديوس، عشان ايم تو اس فعل في المصدر اند تو المصدر، فهنا الجمله دي صح ما عدا اي ان جي. طب الاولانيه غلط ليه بقى؟ بقول لك ذا نيو ترافيك لو، لو دي معناها منخفض مش قانون حضرتك، يبقى دي غلط. ثانيا ايمز المفروض تبقى ايم عشان لوز قوانين. طب رقم سي، الجمله دي برضه غلط، عشان قال لك تو اتشيف تو المصدر اند تو اند والمصدر برضه، المفروض كنا نشيل الاس دي، يبقى دي كده غلط. الاخيره بقى غلط ليه؟ عشان قال لك ذا نيو ترافيك لوز ايم تو اتشيف ذا فلو اوف ترافيك اند ريديوس ذا كارز اكسيدنت، لا اند ريديوس كار اكسيدنتس. 40 بقى اجابتها رقم بي، اللي هي مين الاول الجمله بيقول لك تبذل الحكومه ما في وسعها لرفع مستوى معيشه الافراد. The government does its، طبعا its مظبوطه، best to raise يعني يرفع individual الافراد جمع، عشان كده ضفنا الابوستروفي standard of living. طب الاولى غلط ليه؟ الاولى غلط عشان قال لك هنا its، its دي حضرتك صفه ملكيه، يعني لازم يكون مثلا بعدها its مثلا لا سوري it is، اللي هي it is مثلا منى، انها منى، it is ايه، انها ايه، it is happy، it is، it is دي بعدها اسم وصفه، لكن اتس دي صفه ملكيه لازم يكون بعدها اسم، فبقول لك اتس بيست يعني افضل جهودها، اتس كلر لونها، اتس ديفيكالتي صعوبتها، فدي لازم يكون بعدها اسم موصوف. government does its best to raise the individual's standard of living. رقم سي الخطا فيها في كلمه government. طب ليه؟ هو قال لك في الجمله حكومه ولا قال حكومه؟ قال لك الحكومه، يبقى ذا government. طيب لكن ممكن اقول لك ايجيبت از A strong government، مصر حكومة قوية، حكومة من غير ذلك، لأنك قلت حكومة مش الحكومة. رقم دي بقى كلمة رايز هي اللي فيها مشكلة، لأنك عايز تقول يرفع مش يرتفع. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 41، بقول لك thanks to modern technology. thanks to يا شباب معناها بفضل، وقبل ما نحل عايز تركز إن كلمة thanks to معناها بفضل، لا thank for معناها يشكر شخصا على. طيب بيقول لك بفضل التكنولوجيا الحديثه يعني او الاختراعات الحديثه life has become easier faster and more comfortable. الاجابه الصحيحه في دي هي رقم دي، اللي هي بفضل التكنولوجيا الحديثه الاختراعات الحديثه اصبحت الحياه اسهل او اكثر يسرا وسرعه وراحه. الاولى غلط ليه؟ الاولى غلط عشان قال لك واقل، وقال لك هنا مور. طب الثانيه قال لك شكرا، لا حضرتك ثانكس تو مش معناها شكرا، معناها بفضل. طب الثالثه بفضل حداثه الاختراعات، لا حداثه دي مش غلط، المفروض بفضل الاختراعات الحديثه. طب اللي بعدها your honesty and good faith، faith دي اللي معناها الايمان يعني are beyond you beyond any doubt يعني فوق مستوى الشبهات، يعني لا شبهة شائبة. المهم أول واحدة الإجابة الصحيحة هي رقم إيه، أمانتك وحسن نيتك ليست محل شك. طب الثانية غلط، أمانتك وإيمانك الجيد لا يشبه شائبة. أمانتك وإيمانك، إيمان ملهاش علاقة بالموضوع، فيث هنا الحسن النية. طيب اللي بعدها أمانتك وعلاقتك الجيدة، ما قالكش سيرة علاقات، علاقات جيدة يعني good relations أو good relationships، لا يمكن تخيلها، ما قالكش تخيلها، دي قالك يعني فوق مستوى الشبهات. أمانتك وحسن أخلاقك وراء كل الشكوك، وراء كل الشكوك يعني هي مصدر كل شك عندك، فطبعا ده غلط. سؤال الرايتنج، what is a paragraph؟ قلنا البراجراف ده عبارة عن مجموعة من الجمل. طيب بقولك بقى a set of words، مجموعة من الكلمات، that's complete in itself، مجموعة من الكلمات، لا دي كده تعريف السنتنس اللي هي الجملة، الجملة هي مجموعة من الكلمات. unit of grammatical organization which traditionally consists of subject and paragraph، لا دي كده حضرتك تعريف السنتنس برضو. A group of sentences، مجموعة من الجمل، that are all related to one main topic، موضوع واحد أساسي رئيسي، يبقى صح. طب ما هي دي برضو one main topic، بس قال لك not related، مش ملهاش علاقة ببعضيها، يبقى الإجابة هنا رقم C، البراجراف مجموعة من الجمل. طب رقم B اللي رقم 44، بقول لك choose the correct answer أو punctuation، مين في دول مترقم صح؟ قبل ما نحل الجملة دي تعالى أقول لك على حاجة. أنا اسمي هيثم كمال وأنا شغال English teacher، مدرس لغة إنجليزي. حلو، نكتبها إزاي بقى؟ تقول بقى I met وتروح عامل كومة وتروح كاتب هيثم كمال. حلو، وبعدين تروح بعد كده تروح عامل كومة وبعدين انجلش ونقطة وتيتشر ونقطة. شفت انا عملت ايه بقى؟ ركز بقى في الاولاد ده عشان الكلام ده مهم، مهم لبكرة الصبح لما تكون عايز تعمل ترقيم لاسم بني ادم، بتعمل كومة عشان تفصل الاسم كله عن الجملة الاولانية. ثانيا بعد ما تكتب اسم الراجل هيثم احمد علي عمر، طب هو اسم ثنائي، اكتب هيثم وسيب مسافة واكتب كمال.
وبعدين تعمل كوما بين الاسم، يعني كوما قبل الاسم وكوما بعد الاسم. الوظيفة بقى بتعمل أول حرف كابيتال نقطة، تاني حرف كابيتال ونقطة في آخر الجملة. طيب تعالى نشوف بقى مين في دول صح. My neighbor was eager to meet the new company owner اللي هو اسمه كوربن ويلسون. أدي كوما قبل الاسم حلو، وكوما بعد الاسم زي الفل. طيب وبعدين الاسم كابيتال ونقطة وبعدين حرف كابيتال وبعدين نقطتين، يبقى دي غلط، احنا عايزين نقطة واحدة. طب اللي بعدها رقم سي الأول نفس الكلام، مظبوط مظبوط، كوما وبعدين اسم وبعدين كوما، ام كابيتال نقطة، دي كابيتال، محتاجين هنا كمان نقطة معلش. طب الأخيرة غلط ليه؟ لأن عمل لك ام كوما دي، وده غلط. الإجابة الصحيحة يا ولاد رقم بي. طب ما تيجي نقارنها كده باللي أنا كتبتها لك. أنا قلت لك كوما مستر هيثم، كوما هيثم، كوما نفس القصة برضو، كوما كوربن ويلسون وبعدين كوما. الوظيفة أول حرف كابيتال وبعدين نقطة وبعدين تاني حرف كابيتال، أول حرف كابيتال وبعدين نقطة وتاني حرف كابيتال، أنا كده خلصت، بحط نقطة في آخر الجملة، يبقى رقم بي هي اللي صح. تقريبا الكتاب الوحيد اللي جايب الفكرة دي هو الكتاب ده، فالجملة دي حلوة. أقول تاني اعمل إيه؟ بص اكتب ورايا فاصلة نفصل بها الاسم عن الجملة، اكتب ورايا بالعربي فاصلة نفصل بها الاسم عن الجملة اللي هي دي، وبعدين فاصلة بعد الاسم. المسمى الوظيفي لازم يكون كابيتال، أول حرف مسمى الوظيفي بعد نقطة وتاني حرف بعد نقطة، لأن دي آخر حاجة في الجملة. طيب 45 أبقى نقط، نقط اكسبريس ذا مين ايديا، مين اللي بيعبر عن الفكرة الأساسية؟ الفكرة الأساسية بنحكي عنها في البراجراف، التوبيك سنتنس أو السيز أو السيسز. يبقى دي رقم إيه؟ وات إز ذا ليست ذا لاست، آخر جملة في البراجراف اسمها إيه؟ اسمها كونكلوجن يا مستر، خلاص يبقى كونكلودنج سنتنس. وات إز أن إيميل، الإيميل ده إلكترونيك ميل، بص اسمه إلكترونيك، إلكترونيك ميل، يبقى رقم إيه؟ طب ما هو ما قاليش ميل، ما هو قالك إلكترونيك فورم أوف، يعني نوع من أنواع التواصل الإلكتروني، يبقى صح. What should your body paragraph؟ البودي باراجراف لازم يحتوي على ايه؟ الاول، لازم يكون فيه ايه الاول؟ اي بودي باراجراف بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه توبيك سنتنس الاول. ادي باراجراف، ادي ايميل، ادي سوري ايسي، ادي باراجراف، وادي كمان باراجراف، وادي كمان باراجراف. كل باراجراف من دول عباره عن سنتنسز، جمل، الجمل بتعمل باراجراف والباراجرافات تعمل ايسي. حلو، اول جمله في الباراجراف لازم اسمها توبيك سنتنس، يعني جمله الموضوع اللي هحكي لك عنه في الباراجراف ده، ودي جمله هنا، يعني كل باراجراف فيه توبيك سنتنس مختلف عن التاني. طب مين اللي بيكون فيها اكزامبلز وكوتيشنز وديت؟ دي اسمها ايه الحاجات ديت؟ دي اسمها البودي باراجراف، دي عناصر البودي باراجراف. دي بتيجي امتى؟ بعد التوبيك بنبدا نكتب في الكلام ده على طول. طيب ترانزيشن سنتنس، الترانزيشن دي بنستخدمها عشان نعمل الكوهيرنس، عشان نعمل اتساق في الكلمات. وات امبورتنت سنتنسز جوز ان يور انتروداكشن، ايه الجمل المهمه اللي بتكون بتستخدمها في الانترودكشن؟ انت عايز تكتب انترودكشن، ايه الجمله المهمه اللي بتكون موجوده في السيسز اللي احنا قلنا عليها برده قبل كده، ممكن نقولها توبيك. Which choice shows words and phrases that could signal؟ انت فاكر كلمه signal؟ فاكرها؟ فاكرها، اللي هي كانت مين؟ كانت ترانزيشن. وقلت لك ترانزيشن ده ممكن يكون نستخدمه عشان نعمل نشبه حاجتين ببعض او نقارن حاجتين ببعض، فنقول الاختلافات اللي بينهم. المهم بيقول لك concluding paragraph، يعني ايه concluding؟ عشان ختام. لو انت هتشبه فهتقول in addition to as well so الكلام ده. طب انا عايز اعمل بقى مقارنه فاقول لك but however. طيب عايز اعمل ختام يبقى فاينالي، ما دام فيها ختام يبقى تقول فاينالي، ان ذا اند، ان شورت، يبقى فاينالي اللي هي رقم دي، رقم بي سوري. طيب كده خلصنا الامتحان ده، امتحان تاني مره اسجله عشان كده حاسس ان انا مستفز فيه كده. ف احنا كده يا شباب خلصنا كل الامتحانات، احنا ماشيين بالترتيب، كل يوم بننزل عدد امتحانات، هتتابع معايا وما تحبطش، ما تقولش كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.